تحياتي لكم مشاهدينا في جولتنا الرياضية للساعة حول مستوى رياضة البولو خليجيا وعربيا وعن أبرز المنافسات في الإمارات. تحدث محمد الحبتور قائد فريق جوليوس بير للبولو ضمن المقابلة التي أجريتها معه في وقت سابق. تعالوا نتابع. مشاهدينا سعيدا ان يكون معنا كابتن فريق جوليوس بير الكاس الذهبيه للبولو محمد الحبتور. اهلا بك. اهلا يا مرحبا. كيف حالك؟ بصفه عامه، الى اي مدى ترى ان البولو وصلت الى العالميه خاصه بولو دبي؟ ونحن في دبي حاليا من بدينا البطولات من 9 سنوات من اسستهم انا. حاليا نحن نعتبر حاليا اليوم في مقارنه بكل حد، اليوم نحن رقم واحد بالعالم في الوقت هذا السيزن هذا. طبعا اذا بالصيف الصيف نحن ما نلعب، فما نقدر نقارن نفسنا باي حد. نحن مثلا بطولتنا صار فيها 9 فرق، عندك الحين في امريكا في بالم بيتش عندهم بطوله نفس بطولتنا، نحن 5 فرق، في الارجنتين في 4 فرق، في دومينيكا ريبابليك في 4 فرق، نحن 9، فنحن نعتبر الاكبر حاليا. كيف تساهم او يساهم الحبتور محمد الحبتور خاصه انه لاعب بولو قديم في نشر هذه اللعبه في الامارات؟ هي البطوله انا رئيس مجلس اداره البطوله اللي هن 3 بطولات عالميه، واسست انا من تسع سنوات، ومثل ما اشوف البطولات كل سنه تنجح وكل سنه فيها فرق كثيره، فنعتبر نحن حاليا بعدنا في اول المشوار. خلال السنين اللي فاتت طبعا خلصنا المشروع، احنا وعندنا ملاعب وعندنا اسطبلات، بهالطريقه راح ان شاء الله نوصل مو برقم واحد، من غير منافس في العالم كدوله الامارات بطولات البولو. هناك لسه في الموسم بطولتين، ماذا تسعى في هذه الفتره القادمه للبطولتين؟ في البطولة الأخيرة اللي هي بتبتدي إن شاء الله يوم الجمعة يوم 17، وطبعا فريقنا وصل النهائي المرة هذه، وما وصل بالصدفة، وصل بجهد طبعا وباللعيبة الكويسين والخيول، وإن شاء الله حين نحن نغلق صفحة اليوم ونفكر في البطولة الجاية. ايه اللي يختلف بولو دبي وبطولات دبي العالميه عن بطولات في دول اخرى؟ الفرق انه هناك تروح تشوف بس مباراه بولو في برزنتيشن تروح، هنا دائما احنا عندنا مهرجان نعمل من الساعه 12 للساعه 9 بالليل، مهرجان وعوائل ومع الاطفال ورجال ونساء من جميع الجنسيات، فكلهم يندمجون مع بعض، وهذه هي الشيء اللي يختلف من العالم كلها في دبي خاصه. هو يوم رياضي. يوم رياضي، نعم. كل التوفيق. شكرا شكرا. ولكل مشاهدينا سؤال حلقتنا على الفيسبوك، وهل سيتأثر الدون رونالدو يعني نجم